من رام الله عبر سكايب ينضم إلي مباشرة الخبير في الشان الإسرائيلي عصمت منصور. أستاذ عصمت، مساء الخير. عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن استهدافه في ليلة واحدة وهي ليلة الأمس 320 هدفا ولا أنباء عن سقوط عناصر مسلحة، إذن بتقديرك لما الإصرار على استهداف أهداف ومنشآت مدنية؟ تحياتي لكم ولمتابعيكم. حياكم. بالفعل يعني هذا يلقي ضوء على طبيعة هذه الأهداف. الاحتلال يقول أنه يستهدف حركة حماس ومقاوميها، بينما هو في الحقيقة يستهدف المساجد، يستهدف المخابز، يستهدف الكنائس، يستهدف المستشفيات، يستهدف المباني والمنشآت المدنية. هو يريد من خلال هذا الاستهداف أن يدفع لتنفيذ مخطط قديم جديد، وهو مخطط ترحيل. إسرائيل تسعى إلى ترحيل شعبنا في القطاع إلى سيناء وحسم يعني الصراع لصالح الاحتلال على قاعدة أنه ضم هذه المناطق لها. هذا هو مخطط اليمين، وهذا مخطط واضح من برنامج الحكومة، يعني لا تخفيه هذه الحكومة. وقوف شعبنا وصموده على أرضه، يعني لاحظ أنه لا يوجد هجرة خارج القطاع رغم هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء ورغم القصف المتواصل ورغم كل ما يعني يعيشه شعبنا في هذه الفترة. كل هذا يثبت أن شعبنا متمسك ب طيب سيد عصمت، إذا ما كنت تسمعني، يعني أشرت إلى مسعى الترحيل التي تعتزم إسرائيل التوجه من خلاله لترحيل أهالي غزة، لكن ماذا بعد هذا الترحيل على الرغم من أن أهالي غزة يرفضون الهجرة حتى جنوبا؟ سيد عصمت، للأسف فقدت الاتصال مع ضيفي من رام الله، بالتأكيد ستكون لي عودة. تسمعني الآن أستاذ عصمت؟ أنا أسمعك، يبدو طيب، أنه بسبب الظروف ربما شبكات الإنترنت فيها مشاكل عله وإذا قاعد خير. أجوبنا على هذه أشرت المسألة. إلى مسعى الترحيل، يعني ماذا تنوي إسرائيل من وراء هذا الترحيل؟ هل تعتقد أنها تفكر ربما بإضافة مستوطنات جديدة والتوسع على حساب قطاع غزة هذه المرة والاستثمار في هذه الحرب؟ صحيح صحيح تماما، هي تريد أن تضم قطاع غزة إليها، هكذا يعني هي تخطط، أو تعود إلى المناطق التي خرجت منها، التي انسحبت منها في 2005 عندما كان شارون رئيس الوزراء، كان هناك مجموعة مستوطنات. ولذلك يعني هذا الوضع هي يعني تريد من خلاله أن تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك. الأمر فعلا خطير والمشروع جدي. أنا أعتقد أن هناك عاملين يعني يجعلان هذا المشروع يفشل. أولا صمود شعبنا وصمود مقاومته، ويعني أنها تقف في المرصاد لهذا العدو. نرى أن المقاومة مستمرة وتوجه ضربات الاحتلال وهي تنتظر دخوله البري. هناك ستكون المعركة الحقيقية عندما يعني يتقابل جندي مقابل مقاتل بعد أن تنهي هذه الطائرات التي تلقي بهذا الموت على كل مكان في القطاع. وهذا العامل الثاني هو موقف مصر والأردن، هذا الموقف الثابت برفض مبدأ التهجير، رفض هذا المبدأ لأنه أولا يعني ينزل بتصفية القضية الفلسطينية، ولكن هو أيضا يخلق مشاكل لهذه الدول، مشاكل في سيادتها، في أمنها القومي، في حدودها واستباحتها. وبالتالي يعني هذه العوامل، يعني تكاتف العامل الفلسطيني الداخلي، الحاضنة الشعبية مع المقاومة، مع الموقف العربي في الدول المحيطة في فلسطين، أعتقد أنه كفيل بإجهاض هذه المخططات. ولكن يعني لاحظ الكلفة والثمن الذي يدفعه شعبنا في مواجهة هذا العدوان وهذه المخططات في الوقت الذي يعني حتى الأمس دول أوروبية وأمريكية تدعو إلى ترك إسرائيل تدافع عن نفسها وإعطاها حق الدفاع عن نفسها، لأنهم يرون بهذا القتل هو دفاع عن النفس. وهذا مشروع قرار أمريكي أيضا تقدمت به إلى مجلس الأمن. ما يختلف في هذه العملية سيد عصمت هو الهدف من ورائها. نتذكر في 2020 2014 أغلب المواجهات مع القسام تتحدث إسرائيل عن أنها تستهدف سلاح حماس، اليوم تتحدث عن استهداف حماس وما تصفه بالقضاء على حماس واستئصالها. هل فعلا ممكن التمكن من حركة حماس بهذه السهولة؟ تتحدث إسرائيل أيضا عن خلق
سلطة أمنية في القطاع، ما شكل هذه السلطة التي تعتزم إيجادها في قطاع غزة؟ يعني اولا بالنسبه لاستئصال حماس واجتثاثها، هي اولا يعني شيطنت حماس وحولتها الى داعش، واصبحت تقرن اسم حماس باسم داعش، علما انه داعش حركه ارهابيه، حركه فيها تجمع لارهابيين من كل العالم، يعني ليست حركه اصيله نشات في وطن واحد وتواجه احتلال كما هو حالنا. حماس حركه بنت الشعب الفلسطيني، هي مشروع تحرر ومقاومه، ويحمل افكارها يعني ملايين الفلسطينيين، لذلك لا يمكن استئصالها. يعني حتى لو احتلوا غزة من جديد وأقاموا سلطة أمنية، هذا يعني مشروع فاشل. الآن بدأوا يتحدثون عن إسقاط حكم حماس. حكم حماس ومؤسساتها، يعني مؤسسات الحكومة، هذا أمر ممكن، هي أصلا لم تبقى على شيء من مؤسسات الحكومة ومنشآتها، وبالتالي يعني هذا أمر إذا ما نجحت إسرائيل سينهي حكم حماس، ولكن لن ينهي حماس، وسيعيد شعبنا من خلال الانتخابات ومن خلال آلياته الداخلية، يعني إعادة إنتاج قيادة تدير نضاله اليومي في وجه هذا الاحتلال. المسألة المتعلقة بالسلطة التي تقيمها الاحتلال، نعم، هذا يعني مشروع فاشل. هو يعني يعتقد جالانت أنه هو ذاهب إلى نزهة، وأنه غزة سيذهب يحتلها خلال فترة قصيرة ويقيم سلطة عسكرية يطهر القطاع كما يقول من السلاح ومن المقاومين، ومن ثم يسلمها إلى جهة أخرى، يعني سلطة بمعنى تكون لفترة محدودة. هذا أمر لا يمكن، لأنه أولا لن تكون المقاومة يعني هذه اللكمة السائغة والسهلة، طيب، ولكن أيضا لن يجد من يستلم منه. يعني هل تعتقد أن هناك فلسطيني يقبل أن يأتي على دبابة إسرائيلية ليستلم حكم من إسرائيل؟ هذا وهم كبير، ويدلل على حجم يعني الغطرسة لدى الاحتلال. بما تفسر سيد عصمت الاندفاع الذي يتحدث من خلاله وزير الحرب الإسرائيلي جالانت في الوصول إلى غزة، مشاهدتها من الداخل وما إلى ذلك من التواصيف، قبالة تريث من قبل رئيس وزراء إسرائيل، يعني كيف تقرأ هذا التناقض في التصريحات بين أعضاء ما يعرف بمجلس وزراء الحرب؟ يعني نتنياهو معروف عنه أنه متردد، وخاصة في قرار الحرب. نتنياهو يدرك أن الحروب تبدأ ولكن لا أحد يعرف كيف تنتهي، ودائما الحروب وخاصة يعني الحملات العسكرية ضد شعبنا وفي لبنان انتهت بلجان تحقيق، وبأنه يعني من يكون على رأس السلطة يدفع الثمن، لأنه لا يوجد تحقيق انتصارات في مثل هكذا يعني معادلات وطبيعة مواجهة. جماعات مسلحة في حاضنة شعبية تملك قدرات صاروخية، تملك روح قتالية عالية ومقاتلين مؤهلين، هذه لا يمكن هزيمتها، لأنها ليست جيش نظامي واحتلال الأرض، ويعني مفهوم النصر والهزيمة هنا لا يمكن يعني تحديده بوضوح، ودائما إسرائيل تدفع الثمن. لذلك نتنياهو يتردد ويتلقى نصائح أيضا من الأمريكان بأن لا يتسرع في مسألة الاقتحام، خاصة أن الأمريكان لديهم يعني أسرى في من بين المخطوفين ويريدون استعادتهم. لكن جالانت هو حديث موجه للجنود وللضباط، حديث موجه للداخل، هو يريد أن يرفع الروح المعنوية، يريد أن يعني يصور لهم أن الأمر سهل وأنه بإمكانهم تحقيقه، ودون أن يعلم أنه يدفع بهم إلى يعني موت محقق وإلى هزيمة. هذا الجنرال الذي كان حتى قبل يعني أسابيع من هذه المواجهة يعني شاحب وغير مؤثر، ونتنياهو ينبذ، الآن هو يعني يريد أن يستعيد مجده ويستعيد يعني حضوره وهيبته، ولكن أنا أعتقد أنه هذا فيه توريط وغرق في وحل غزة الذي طيب. لن تخرج منه إسرائيل كما دخلت. إذا تحدثنا عن ما يجري في الضفة، ليلة الأمس فقط يتحدث نادي الأسير عن اعتقال ما يقرب من 85 شخصا، ناهيك عن عمليات القتل التي حدثت داخل الضفة. مبتغى إسرائيل من استفزاز مناطق الضفة بتقديرك سيد عصمت؟ الضفة أيضا كما قلنا هناك أطماع، المستوطنين الآن يشعرون أن هذه فرصتهم الذهبية للاستيلاء على أكبر مساحات من الأرض وتهجير الفلسطينيين. هناك تجمعات بدوية تم إخلاءها خشية من هجمات المستوطنين، وهناك كرة تم السيطرة على المراعي والمياه فيها، وأصبحت فعلا حياتها ضنكة، لا تستطيع الوصول إلى مراعيها ولا مياهها، وحتى حقول الزيتون يسرقون الزيتون. أيضا إلى جانب ذلك هناك ممارسات الاحتلال، عمليات الاعتقال اليومية،
وعمليات القتل ايضا، وقصف المسجد في جنين، وقصف الشبان في طول كرم. كل هذا يدلل انه الاحتلال اولا يتحسب من الضفه، ويعتقد انه الضفه يعني لن تتاخر عن الالتحاق في غزه. الضفه طبيعه مقاومتها مختلفه، لا يوجد هنا لا صواريخ ولا بنيه عسكريه، هنا يوجد مقاومه شعبيه مسلحه بادوات بسيطه تكتيكيه، يعني اسلحه لكن خفيفه، حدثت عملية طول ولكن كرم كان تجدها لها وقع قبل أيام. صحيح. يعني طورت المقاومه من ادواتها، ورغم الملاحقه ورغم الوجود الامني المباشر للاحتلال، الا انه يعني المقاومه طورت من ادواتها. لذلك الاحتلال يريد ان يعني ينتهز هذه الاجواء التي فيها كل هذا الشحن والتعبئه في دوله الاحتلال، من اجل ايقاع اكبر عمليه ردع لدى الشعب الفلسطيني من خلال افلات واطلاق يد المستوطنين وميليشياتهم، ومن خلال ممارسات الجيش في الاعتقالات والهدم والملاحقات، وايضا من خلال التضييق على الحركه. انت ربما لا يعلم العالم انه نحن هنا في الضفه تركوا طريق واحد لكل مدينه، يعني اغلقوا كل الطرق وتركوا، هذا يخلق اكتظاظ وازمه، وكل هذا من اجل فرض منظومه يعني سيطره وتحكم تجعل الاحتلال يعني يتحكم في كل مفاصل الحياه في الضفه. من رام الله كنت معي عبر سكايب الخبير بالشان الاسرائيلي استاذ عصمت منصور، شكرا جزيلا لك.